انا هذا اليوم راح الشخص احكي عم بيشرح قصتي مع قصة السكر وكيف معمر جاني السكر بالسكر. وكيف خلينا جتني فكرة نحكي الخبز، اسوي خبز، معه، خبز الحمص، وكيف انا كل يوم يوميا بفتح بس وبساوي خبز، شايفين خبز انا بسويه انا كل يوم. هلا راح احكي قصتي شلون جاني السكر ركز، اسمع وشيف الكلام. صارت وشو السبب وشو الاسباب وشو شغلات كانت تصير معي وانا مالي خبر وهي كان معي سكر. بس قبل ما نحط بتمنى لايك ومتابعة وتعليق اذا بدك نكمل يعني بهالسلسلة. اول شيء انت من شفت حالك وزنك عم يزيد، من شفت حالك فجأة يعني انت كنت تاكل وما تسمن، تاكل وما تسمن، يقول لك ما شاء الله ما تاكل كل شيء ما بتسمن، من شفت حالك صار عندك شوية كرش، صار عندك شوية دهون، انت عارف حالك صار عندك مقاومة انسولين. هذا من الاخير، هي بعطيك اياه من الاخير، نعم صار صحيح، عندك مقاومة انسولين، ما معك سكر اه بس معك صحيح مقاومة انسولين، الكلام. جسمك صار يخزن دهون، صار انت عندك الانسولين زيادة في جسمك صار يخزن دهون. هي اول شغلة. نعم تاني شغلة، انا وقت كان يعني من يعني من حوالي 6 7 سنين تقريبا، انا كان جسمي يحكني، يعني مثلا اكل اكله احس بحكه فجائيه، حكه بظهري، حكه بكذا، شري احس بحكه، هي طلعت الحكه من الانسولين، هي مقاومه شري الانسولين، تشنج العضلات، انت بارك اجرك تتشنج، خاصرتك تتشنج، ظهرك تتشنج، تحس بتشنج عضلات، هي ثالث طلعت من مقاومه الانسولين، اه مو اعراض السكر. تقلب المزاج، تكون مبسوط تصير مزعوج، تكون مزعوج تصير شوي تبكي، شوي تصير حزين، شوي تروح شوي يعني يجي تكون مزعوج ويصير مبسوط فجأة. تصبغات حوالين الرقبة، تحس ان رقبتك فيها الوان، او انه تحس اللحم عندك كأني مشحور، لا يعني انت ما عندك صار. اللحم مثلا هون هون هون، بتطلع على اللحم كأني انت مشحور، ماسك هيك شحوارة وعامل لها هيك. هي كمان كانت من اعراض مقاومه الانسولين، هي كل ما كنت اعرفها ما يعني. انا صار كنت صح. اعرف الاعراض انه انت تتبول او انه تشرب مي كثير او انه رياك ينشف، انا ما كنت ما اعرف صار. هي. لبين يا شباب ما حط لايك اذا ما لك حدا لايك، لبين ما فتره كورونا كنت انا عم بشتغل، طلعت الصبحيات على شغلي عادي ما اشوف الا تك سويت على حالي، شخيت تحتي يعني. انا تعوزت من الشيطان، ايش عم بصير؟ شلون انه انا هيك صار معي؟ وانا يعني بحياتي ما صارت معي. والله ما اشوف الا رجعت على البيت غيرت اغراضي ورجعت طلعت على الشغل. ما في ابو وربع ساعة بتك سويتها تحتي، الله اكبر كمان شخيت تحتي. رجعت على البيت لبست اغراضي اتصلت على الدكتور. السلام عليكم، وعليكم السلام دكتور، هيك هيك صار معي. قال هذا الحكي ما بنسكت عليه، تعال عندي على مفروض المخبر. استشارة طبيب فورا. والله فعلا عملت حالي ورحت لعنده على المخبر، اخذ مني دم، قال لي خلاص روح على شغلك. والله رحت اخذ مني دم كذا، حلل لي قال لي طلع عندك التراكم يا 10، انت معك سكر. نعم بداية سكر ما سكر بركز، قال لي لا ما هو بداية سكر، ما حد هاد معك، انت معك سكر والتراكم عندك 10. المهم والله يا شباب رحت على الدكتور، طبعا انا اللي كرهني بالدكاتره، اللي كرهني بالدكاتره هذا الدكتور. رحت على الدكتور، السلام عليكم، السلام، قصي الضغط هيك، قصي الضغط تمام، قال لي شو اسمه ايش معك بتاخذ دواء شغله عامله؟ قلت له لا، شدم رقبه، قلت له كذا، قال تمام، قام كتب لي هيك دواء، قال لي ما بتاكل تين عنب تمر، ثلاث شغلاتنا بتاكلهم. والله انا يا غير غافل لك الله، مدبرين. رحت تمام، قلت ما في مشكله ما دام هيك الدكتور حكى ما في اي مشكله. الله اكبر الله اكبر، ابدل. والله حملت حالي ورحت على البيت، رحت على الصيدلي، الصيدلي كيف علي، ايه قلت له معي سكر، اعطاني ثلاث ادويه، ثلاث ادويه، اه انا اعطاني ثلاث انواع ادويه بس، اللهم خذ ادويه. الصيدلي الصيدلي والدكتور بكيفوا عليك، يعني بكيفوا على المريض، خلاص كيس خارجيه، خاصة إذا كان المريض ما بيعرف شيء، يعني ما كنت أعرف شيء عن السكر أبدا. والله المهم أخذت، أنا عملت هيك وأخذت الأدوية، الصبحيات فوت، طبعا كانت نفسيتي تعبانة وكذا 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 وكذا، وبتعرفوا أنتوا أعراض السكر وما سكر وفشل كلوي وشبكية العين وما ما بعرف صار معك إيش، وبصيبك ضعف جنسي، يعني كانت تجيني الأفكار الشيطانية كلها كانت تجيني. وسواس وسواس وهم. والله ما أشوف ال اخذت الدواء من هون، طلعت على الموتور دخت،
انت راح اسوي حادث وانا قاعد بسوق الموتور. والله حملت حالي، الو دكتور هيك هيك صار معي. قال عادي ما في مشكلة. مشينا تاني يوم رجعت اخذت الدواء، ما اشوف الا بس ادوخ. الله اكبر الله اكبر، ايش عم بصير؟ ما بعرف. المهم يا شباب، اذا ما حطيت لايك حط لايك. ما اشوف الا انا صرت ادخل على الفيسبوك واشوف. المهم صرت ادخل على الفيسبوك، الناس ضايعه. هذا اللي ياكل خبز شعير، هذا اللي ياكل خبز اسمر، هذا اللي بقول لك التمر ما بيأذي، هذا اللي بقول لك الشوفان ما بيأذي، هذا اللي بقول لك الشعير ما. المهم العالم كله صارت تحكي. والله رحت اشتريت خبز اسمر وجيت اكلت. حللت السكر طلع 250. احساس ما بيأذي هذا. الشوفان ما بيأذي، الحنطه ما بتأذي، هذا ما بيأذي. 250. قلت لا، في موضوع، في إنا في الموضوع، في إنا في الموضوع. المهم لما شفت دكتور اسمه مازن السقا، يمكن كل الناس بتعرفه، قام صار يحكي عن خبز الحمص او خبز البروتين، انه هذا الخبز البروتين كذا كذا كذا. قمت شو اخذت في كلامه، خبز الحمص. قلت يا ولد انت اشتري او ساوي. وانا حكيت دخلت على اليوتيوب طلع بالفعل في خبز حمص. نعم سويت خبز الحمص اكلت، والله ما ارتفع السكر. من بحثي انا اثناء المرض تعرفت على الدكتور، او مو تعرفت على الدكتور، شفت دكتور مخبري. يعني بجيب ناس مع سكر بخليهم ياكلوا، وما معهم سكر بخليهم ياكلوا وبحللهم الدم. قام هو ايش قال؟ اه لازم تحلل الدم، مو بعد ساعتين، لازم تحلل الدم بعد 50 دقيقة وبعد ساعة ونص وبعد ساعتين. عشان تشوف انت منحنى السكر تبعك كيف. صحيح. يعني قال لك انت خلال هالساعتين اذا صار عندك مقاومة انسولين جدا رهيبة، انت اكلك غير صحي. ومن صرت صار عندي قناعة انه انا ايش اسوي؟ اكل احلل بعد بعد 45 دقيقة، احلل 45 دقيقة بعد ساعة ونص اكل احلل. بس ما احلل على طول، خلاص انا بعرف معي سكر، احلل اذا بشك بالاكل. المهم يا اخوان، انا صرت اجيب اللبن، اجيب اللبن كامل، لبن او زبادي بيقولوا عليه بالمصري، او لبن احنا بنقول عليه لبن السوريين. العراقيين بيقولوا عليه يوغورت. اجيب اللبن اكل نص كيلو. قيس السكر ما يرتفع، احط عليه صح. اجيب الجبنه اكل صح، اجيب صح. لبين ما جبت الخبز، الانواع الناس الخبز اللي عم تحكي عليها كل، جميع انواع الخبز اللي جربتها، خبز الذره، خبز الشوفان، خبز الحنطه، خبز الشعير، كله رفع السكر بشكل رهيب، بشكل رهيب جدا. لهون انا هيك لسويت، لغيت هاي الشغله كلياتها. صرت اسوي خبز حمص، بعدين وصرت اسوي خبز حمص. بعدين صرت انا انه الحمص مكلف، غالي الحمص مو رخيص. صرت اضيف معه ملفوف. المهم دخلنا على الملفوف، دخلنا شفنا فوائد الفلفوف والفيتامينات وهيك شغلات. صرت اضيف معه ملفوف منه، اقل تكلفه علي لاني انا ما بشتغل، بقضيها بس رياضه وخبز. ومنه بشوف ايش الترتيبه. سبحان الله، صرت اسوي خبز واحلل. تمام، اسوي خبز واحلل. بعدين اخذت دور عند المستشفى، اخذت يعني موعد بالمستشفى. رحنا لعند الدكتورة، السلام عليكم. السلام، قلت لها هذا تحليل السكر. قام طلعت فيني هيك، كبت التليفون. قال انا هذا التحليل ما بفهم فيه، بدك تحلل عندي هون. قلت لها تمام. والله حللت دم وبول، طلعت النتيجة. النتيجة كانت ستة، تراكمي ستة، من العشرة للستة نزل، وبدون حبة دواء، لأن أنا قطعت الدواء. والله ما أشوف إلا. قالت لي سنية، يعني أنت إيش سويت؟ سنية أبطم. قلت له ما سويت شيء، بس أنا لغيت الخبز. قال بتاكلي؟ قالت لي خبز أسمر. قلت له لا، خبز حمص. هي استغربت يعني من خبز الحمص. قال هيك ما في خلطة سحرية يا اخوان انه السكر التراكم ينزل، يعني مثل هلا الناس عم بتروج العشبة المدمرة، كله هذا حكي فاضي يا اخوان. القرفة كله عبارة عن مساعدات. اذا ما كان عندك حمية غذائية، نعم، شغلتك فاضي. ودائما حتى الصيام المتقطع، الحمية الغذائية الصيام المتقطع 80% وما صار في حمية واكل صحي، نعم، ما راح يمشي حالكم. هاي كانت قصتي مع السكر. اذا عجبتكم قولوا لي عجبتنا، واذا بدكم غير شغلات انا جاهز. تحياتي لكم، لا تنسوا تدخلوا